اللقاء الأخير بستنى رحب ونستضيف معنا بالاستوديو بي وئام أحمد. أهلا وسهلا فيك. العام الرجيع هو للطلاب تحديدا طلاب السينما، في عندكم مهرجان الأفلام الطلابي الدولي اللي رح بيصير قريبا الله راد، إلى جانب مهرجان آخر هلا رح نحكي عنه تباعا. تفضل خبرنا. مو بس مستضيفين، يعني المهرجان بيومين فقط، نحن خسرنا مجموعة من هيك دورتين نقد أو تشويش على المشكلة اللي نحن عم نسهل كثير على الناس انه يكون دائما بنلاحظ برسالات التركيز والتشجيع على الافلام السينمائيه، وهلا وضحت لنا الصوره وليش بدي ارجع احكي عن المهرجان يلي عم بيصير بدورته الخامسه. هو طبعا عم بيصير بطهران، ومثل ما فسرت لنا عم بيصير في الوقت بلبنان وبتونس العراق البحر الازرق، وخاصه بمجتمع ان شاء الله بيكون مش الحال كثير مني. لكن بنرجع عم نذكر بالمهرجان، اذا بتحب تذكر اليوم من اي ساعه لاي ساعه. في نحن اليوم من 6 للساعه 10. بنتمنى لكم كل التوفيق. في اشخاص بيحضروا كل الافلام، يعني بيروحوا على المهرجان وبقضوها كل وقت؟ اكيد، لانه الافلام اول شيء نحن بالاو تي في دائما بنضوي على رسالات وابرز نشاطاتكم. اهلا وسهلا فيك وئام احمد مدير العلاقات. نحن لهون بيخلص لقائنا معكم. يوم جديد بكره، يوم جديد ان الله راد، حوالي الساعه 7:30. انطرونا. باي باي.